دكتور، كم كوب نحتاج في اليوم أو يحتاج الشخص الرجل والمرأة والطفل للوقاية من الإصابة بحصوات الكلى؟ بنقول الحقيقة في حدود من 3 ل 4 لتر يوميا في المناطق الحارة. لتر؟ كمية كبيرة. لتر بمعنى من 4 ل 6 كوبايات على الأقل. نعم. على الأقل. لأن احنا بنستهلك حوالي 500 سنتي أو نص لتر في الطاقة الداخلية. بنبقى محتاجين على الأقل 2 لتر من اليورين بول، يعني أنا آسف، علشان الإنسان يمارس حياته طبيعية. نعم. فمش أقل من 3 لتر ل 4 لتر يوميا. طيب، حابين كذلك نعرف الأسباب الأخرى لتكون الحصوات. هل في نقص في أو زيادة في عناصر معينة في الجسم تؤدي إلى الإصابة بالحصوات؟ وهل هناك في أمراض تساعد على تكوين حصوات الكلى؟ الحقيقة أنه هو في الغالبية بيكون استعداد وراثي. نعم. بعض الأمراض الوراثية زي مرض النقرس اللي بنسميه داء البلوك، أو أمراض تحوصل الكليتين، أمراض زيادة نسبة الكالسيوم أو الأكسالات في البول، كل دي أمراض وراثية بتبقى منتشرة في بعض العائلات، وبتخلي الأشخاص دولت عندهم زيادة أو فرصة أعلى في تكوين الحصوات عن الناس العاديين. زائد بعض العادات الخطيرة. ويمكن مثل ماذا العادات؟ العادات اليومية. أنا الحقيقة يمكن بنبه دلوقتي على أنه بقى منتشر في السيدات خاصة ان هم بيتناولوا كميات كبيره من فيتامين د والكالسيوم، علشان صحيح. في محاوله منهم لانهم يحافظوا على العظام بدون استشاره هشاشة. طبيه بدون وده هشاشة. للاسف بيؤدي في كتير من الاوقات لتكوين حصوات عندهم. عدم تناول الميه بكميات كافيه بيكون احد الاسباب. الناس اللي كونت حصوات بيكون عندهم نسبه فوق ال 50% ان يكونوا حصوات مره ثانيه. وبالتالي هل يعرف الشخص عندما تتكون الحصوه، يعني هل في هناك اعراض معينه مبكره تجعل الشخص ينتبه؟ لانه الافضل طبعا اكتشاف الحصوات في مرحله مبكره، فهل في اعراض معينه تعتبر مؤشر؟ والله يعني من ستر الله سبحانه وتعالى ان معظم الحصوات اللي بتتكون الجسم بيقدر يتخلص منها بدون ما الواحد يشعر باي اعراض على الاطلاق. انما عادة بداية ظهور الأعراض بتكون بظهور اللي بنسميه انبغص كلوي، وده بيبقى عبارة عن آلام حادة منتشرة في البطن، وبيصاحبها أحيانا غثيان شديد قد يصل إلى حد القيء، أو ظهور حرقة أو دم في أثناء التبول، آلام في الخصرتين. يعني بعض الاعراض هذه هي المؤشرات الاولى، بتكون المبشرات الاولى لوجود حصوات في الكلى. اسمح لنا دكتور، بنتابع معكم مع مشاهدينا هذه الفقره ومعلومات مهمه عن حصوات الكلى. حصوات الكلى هي جسم صلب يتشكل في الكليتين، ويتفاوت حجم هذا الجسم من حجم صغير لا يرى بالعين المجردة إلا بالمجهر إلى حجم يقارب كرة الجولف قطرها نحو 4.7 سنتيمتر، وتتكون بشكل رئيسي عند الرجال وقد تسبب ألما شديدا. تتكون معظم حصوات الكلى من أملاح الكالسيوم ولها عادة أشكال مختلفة. الحصوات لها تاريخ طبي طويل، وميكانيكية تكونها كانت تحت العديد من التجارب والتي حدثت فيها التطور. وحصوات الكلى ظلت مرضاً يحير، وهي تختلف في أحجامها الدقيقة مثل حبيبات الرمل إلى هذه التي يمكن أن تملأ تجويف حوض الكلية، وهي تتكون من الكلية أو الحالب أو المثانة. يعاني المصابون بحصوات الكلى من حرقة شديدة في البول وتكرار التبول بشكل غير طبيعي. 80% من حصى الكلى تنتج عن تراكم الكالسيوم في الكلى بسبب انخفاض تركيز مركب ستريت في البول الناجم عن خلل في عمليات الأيض في الجسم ويؤدي إلى ضعف امتصاصه. يمكن علاج مشاكل الحصى عن طريق الجراحة لإزالة الحصى أو باستخدام الليزر لتفتيتها إلى حصيات صغيرة الحجم تخرج مع البول، وبالإمكان التخلص من حصى الكلى في البداية تشكلها بتناول كبسولتين من مركب بوتاسيوم ستريت يومياً. دكتور، الآن حابين نتحدث عن الطرق الحديثة للتخلص من الحصوات. طبعا في هناك عدة طرق للتخلص من مشكلة الحصوات، ما هي هذه الطرق وهل تختلف من مريض إلى آخر؟ الحقيقة طبعا حسب، في عندنا عوامل كتيرة بتأثر على طريقة العلاج اللي هنستخدمها. زي ما قلنا قبل كده أنه الحمد لله أن معظم الحصوات اللي الجسم بيكونها بيقدر يتخلص منها بطريقة تلقائية بدون الحاجة
لأي تدخل. بعض الحصوات اللي حجمها بيقل عن النص سنتي بندلها بعض العلاج الطبي اللي بيساعد مع تناول كميات مية كبيرة علشان تنزل بسهولة. في بعض الأوقات ده ما بيكونش كافي أو بيكون عندنا مشكلة كبيرة زي إن في انسداد في الحالب، بنضطر نلجأ لبعض الطرق الجراحية أو التدخل لتفتيت الحصوات وتكسيرها. دلوقتي العلم الحديث قدر يوصل لإنه نقدر نفتت الحصوة في مكانها عن طريق الموجات التوجيه، يعني تركيز أشعة بموجات صوتية ضد الحصوة بتقوم بتكسيرها وتحويلها لقطع صغيرة بتنزل بسهولة. دي أحد الطرق. من ضمن الطرق الحديثة جدا دلوقتي إن أنا عن طريق المنظار بدخل بمنظار ده فايبر أوبتيك حجمه صغير جدا، وأقدر إن أنا أوصل للحصوة وأشوفها وأكسرها عن طريق توجيه أشعة ليزر. جميل. طيب دكتور، يعني إحنا للأسف الوقت بيدهمنا وبشكل سريع أريد أن أعرف لماذا الشخص اللي أصيب بحصوات مرة هو دائما عرضة لتكرار الحصوات؟ لماذا تتكرر الحصوات؟ الأشخاص دول بيكون عندهم غالبا بعض العيوب الخلقية اللي ممكن تكون موجودة في المسالك البولية، وده بيبقى مهم جدا إن إحنا نكتشفها، أو بعض المشاكل الطبية زي ارتفاع نسبة الكالسيوم أو الأكسالات في البول. ده بيبقى مهم جدا إن طبيب المسالك أو طبيب الكلى يكتشف السبب اللي بيخلي المريض عنده تكرار للحصوات. زائد ان المريض دوت لازم يبقى بيحافظ دايما على تناول كميات مية كبيرة، واحيانا بنلجأ لبعض الاعشاب الطبيعية بتكون مفيدة جدا زي البقدونس. البقدونس من الحاجات المفيدة جدا، منتجات الشعير من الحاجات الممتازة جدا. هذا البقدونس كيف يعني، يؤكل ولا يعصر ولا سواء يؤكل او يغلى بالماء ونتناول الماء دوت؟ موقع البقدونس. ايوه. ومنتجات الشعير اللي هي اللي بنسميها البيره بدون كحوليات من الحاجات الممتازه جدا. نعم. لتطهير مجرى الكلى. في عندنا نباتات مشهوره زي الحلفه بر، دي برضو بتقوم بتوسيع مجرى البول وتسهيل نزول الحصوات. وفي نبات بنسميه شوك الجمل، ده من الحاجات المشهوره جدا اللي بتحافظ على وظائف الكلى وبتطهر الكلى من اي حصوات موجوده فيه. يعني هو ربما الشخص مريض الكلى او الذي عنده استعداد للحصوات يجب ان يكون على حرص دائم بتناول ما يناسبه، وكذلك بتناول كميات وافره من الماء والمتابعه الطبيه. تمام. زائد اللحوم، مشكله اللحوم ان احنا تجنب دايما اللحوم. بننصح انه الواحد يبقى مقل بقدر الامكان. نعم. من تناول اللحوم خاصه لحوم القمح. نعم. شكرا دكتور. ومشاهدينا الكرام، في فقرتنا القادمة سنتعرف على أهم الأمراض المنقولة عن طريق برك السباحة، انتظرونا.